اليوم يعني طلقه بجسم الاطار اللي يدعي اليوم اكو تحالف داخل الاطار. بنفس الوقت هذه كل التحالفات اللي حصلت بعد 2003 اغلبها اتفاقات سياسيه من اجل تمرير الحكومه من اجل مصالح حزبيه، لا من اجل مشروع حقيقي، مشروع وطني يذهب بالعراق الى بر الامان، مو من اجل مشروع قيادي يقود العراق اليوم الى بر الامان. هذه التحالفات السياسيه كلها اليوم بهذا الشكل، يدعون اليوم هم تحالفات سياسيه ولكن بالحقيقه هي اتفاقات سياسيه من اجل تمرير حكومه او من اجل منصب الوزير الفلاني او وكيل الوزير او مدير العام. هذه اليوم ما تحدث به رئيس الوزراء حيدر العبادي هذه حقيقه التحالفات، هذا حقيقه واقع الاحزاب اليوم اللي موجوده اللي قاعد تقود الحكومه اليوم. حتى اليوم قضيه التحالفات يعني بخصوص الاتفاقات السياسيه، قضيه داعش وقضيه شهداء داعش وقضيه اليوم العفو العام عن السجناء الارهاب وكثير من الملفات اللي موجوده هي موجوده على ارض الواقع. هذه نعم. كل هذه هي اتفاقات عباره عن اتفاقات سياسيه من اجل مصالح حزبيه لا من اجل مصلحه الشعب والمصلحه العامه.